Okay, I go now. Hello, my brother. Good evening. Amimi. How are you? Fine. Actually, welcome to Curaçao, the best place to be. Yeah. Kam rakam shale? I don't know. My friend, he know, but I don't know. Chamram shale. Oh, welcome to the Curaçao Resort. But for now, you have to wait for your friend so that he can do the check-in process. Maybe you can wait here or you can access our... Can I go inside? No, you can't access the inside unless he come. Because he's the one who has booked the resort. Yeah, yeah. Okay. تبي خلي يدش صدق عرفهم عرفهم يمكن الدر ما يدخلنا شو هذا يبش فيك يا بعد هي طول باك تحدى انا اعرف حق فاقه صدق شوف يلا جديد ان شاء الله بتكسر ام السوشيال ميديا على هذا والله ان شاء الله اسبوع 8 ايام شوف جاي تم يلا بس اسمع اي حبيبي اقسم بالله بتشوف لون اتحداك وتحدى عارف ذوقك ما شاء الله عليك لا 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 الله اي هذا هذا يلا حياك الشله يلا يلا في سياره لحقتنا بس ما راح اقول لكم منو الحين بس يلا راح اوريكم اياه تو ما نور المكان والمكان هذا كله ابو اذا ما شاركم انا بنفسي ادو عليه اجي اشيل انا جالس اكلم من هذا هذا مجنون هذا مين صدق ايش في هذا قال هذا صدق يسحب عليه المكان هذا ليش ميزته والله كلام صدق والله انا مجنون اقسم بالله هلا هلا مرحبا هلا مرحبا يا هلا 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 حبيبنا هلا 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 ابن عمي لا تسوي جو ها كبيان مصطفى معلم مالكته ايوه حبيبي شلونك شو اخبارك ماكو شيء شلونك شو اخباركم صار مرتاحين متعشين ومتعشين شنو تبون والله شوفتكم لا والله صدق شنو تبي والله شنو تبون عيش تبون دياي تبون لحم لا لا ما يصير لازم تقولي ابن عمي تبي اندومي تبي اندومي ولا تبي لحم مو فاهم الاغنية مو فاهم ما تنزل ما ابغى خلاص ليش اخيبي يا وياي انا ويا فهد خلاص يلا والله بسرع حياتي طغى من الزوم من حياتي قلبي منو قلبي حلالي مرتك ورمتي لا انتي طالع حرمتي لا ما اقصد لا 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 الاغراض بس كذا والله ايوه انت في حياتي حبي انت يا انت حبي حبيبي مسلم مره شوف مسلم ابو سلام حبيبي من يومين طالع من السجن صدق هذا اثنين يوم يطلع من السجن ايه عرف شنو نسوي هذا يلا نمشي احنا خليك انا اقول لك شنو نسوي هذا مشكله هذا ابو سلام 20 سنه داخل السجن عشان شو هو طقي واحد سكينه مني سكينه 5 مرات 6 مرات ليش شنو هذا اسمع هو اي شيء كلام انت لا كلام هو ها شنو انا ما يكلمه اي شيء هو كلام انت ما كلام اوكي هو شوف انت لا يشوف هو اوكي انا هو واجد اقول من اول شيء
شنو؟ عشان ما أدرك أبويا. ليش ما أدرك أبويا؟ تقبلوه. عرفت كم سنة هو داخل سجن؟ 20 سنة. هو طق 2 نفر، واحد موت، واحد لا يجي شوية إيد ملوه ما في. إيه بس ماكو مشكلة، ماكو مشكلة. ما لا تخاف ماكو مشكلة. أبرو حقاك اليوم حقاك. لا وين ترقد صوبي؟ ايه والله لازم. لا 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 ما يقدر ينام عندك اليوم، راح ينام عند بوعزوز. من بوعزوز؟ بوعزوز. لا 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 انا برقد ويا. لا 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 ايش فيك؟ لا لا ما استوي انت قبل بهود. ليش؟ لا ما استوي. ما يصير ما يصير تنام عند بوعزوز. لا 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 ما في غرفة، ما في غرفة الا مال بوعزوز. لا 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 شنو؟ انت قبل شو هذا؟ سجنت ايش سجنت؟ ذبحت واحد. ايه؟ والثاني شلعت ايده. شلعت ايده؟ ايه. عشان شنو يعني؟ بس طالعني وقال لي ما بي. بس طالعك؟ ايه بس يطالعني. بن عمي عطني كلينكس والله. وين؟ بهود بهود. ايش فيك؟ ايش فيك؟ والله نسلني والله ياعي. ايش فيك؟ ايش فيك؟ والله بهود. ايش فيك؟ ادري ايش فيك؟ ايش فيك؟ انا قوم. ادري ايش فيك؟ والله نسلني نسلني والله بيسقربش انا والله ياعي. وينهم؟ ادري ايش فيك ده بس قول لي. والله ويطالعني.